ده معنا طبعا الاستاذ مدحت عويضه من الاهرام الكندي، ويعني راجل بيشرفنا دايما في الحاجات التقيله السياسيه. واحنا النهارده عندنا نظام جديد في امريكا، نظام ديمقراطي، بايدن كسب الانتخابات، وفي سياسات هتتغير في الشرق الاوسط. الاول بنرحب بيه، بنرحب بيك يا استاذ مدحت. اهلا بك استاذ عادل، واهلا بالساده المشاهدين وكوبتك سات ودي القناه اللي كلنا بننتمي ليها وكلنا بنحبها، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. ربنا يخليك. اخبار الاهرام الكندي ايه؟ طمنا عليه. الحمد لله الاهرام الكندي كويس وشغال اونلاين وهارد كوبي، انا من ونشكر ربنا متابعينكم يعني، على فكره كل اخباركم يعني حبيب ده شرف قاريها يعني، شرف وحاجه هايله وحاجه عظيمه يعني. شكرا لي. ربنا يخليك. استاذ مدحت، يعني في ناس ابتدوا يفسروا بعض الحاجات صح بالنسبه للشرق الاوسط، خصوصا في السياسات الامريكيه، هيبقى في تحول وفي تغير. بقى هو اعتقد ان هو مش كبير قوي، لكن هو في تغيير استراتيجي في ناحيه كده مش محبوبه قوي للشرق الاوسط، وهي حقوق الانسان والديمقراطيه والحريات. نتكلم عن المبدا الاول، هل الحكومات دي خايفه ولا بتفرد صدرها وعايزه ان ممكن تتحمل العقاب؟ وهل الحكومات هي اللي بتتحمل العقوبه ولا الشعب نفسه؟ يعني نبذه الاول كده عن ما سيحدث، او إن, ان ان علاج الحكومات لما يبديه امريكا او الراي الامريكي الديمقراطي في شيء من الخطا. اتفضل يا فندم. طيب الاول لما هنتكلم عن الحقبه المنتهيه، حقبه الرئيس ترامب المنتهيه، عايزين نفرق بين راينا كمصريين او كاباط عايشين في امريكا او كمصريين عايشين في امريكا والغرب، وبين البروفيشناليزم الراي المحترف الصح في او الحقائق. يعني لو الساده المشاهدين عايزين يسمعوا الحاجه اللي تعجبهم ممكن نقول الحاجه اللي تعجبهم، لكن لو عايزين يسمعوا الحقيقه هنقول الحقيقه علشان يبقى لنا كريديبيليتي عندهم، يبقى راينا ليه قيمه عندهم في المستقبل. عايزين الحقيقه طبعا يعني. طبعا اولا امريكا والدور اللي بتلعبه امريكا في العالم كله هيتغير وهيتاثر في فتره بايدن في حاجتين. الحاجة الأولانية تشكيك الرئيس ترامب في نجاح بايدن هيضعف أمريكا، وأمريكا مش هتبقى بالقوة اللي هي كانت عليها في خلال الـ70 سنة اللي فاتت. تمام. وده هيأثر على قوة سياسة أمريكا في الخارج. كمان بايدن مع كثر الدعاوي بانه وصل للرئاسه بالتزوير، وهناك في شك كبير انه هو فعلا وصل بالتزوير، ده هيخليه يهتم بالداخل الامريكي اكثر من الشؤون الخارجيه الامريكيه، هيكون مهموم بالشان الداخلي الامريكي، هيحاول يعمل اصلاحات اقتصاديه، هيحاول يكتسب شعبيه، هيحاول ان هو شعبيته تزيد على شكل الانتخابات الجايه تكون لي فرصه، لانه مش في كل مره هتبقى كورونا ومش في كل مره هيبقى التصويت بالبريد زي ما كان المره اللي فاتت. تمام. التصويت بالبريد في حاجات طبعا معيبه كتير ممكن نتكلم فيها، لكن مش وقته دلوقتي، وخلاص الموضوع ده المفروض يكون انتهى، مش هنضيع وقت المشاهدين فيه. لكن بيدي عدم ثقة للنظام الحالي الأمريكي في شعبيته، وبالتالي فهو محتاج أنه يدعم شعبيته في الداخل، محتاج أنه يهتم بالشأن الداخلي الأمريكي. بمعنى أنه لو في مشروع خارجي هيكلف مثلا سي 1 مليار دولار 1 بليون دولار، لو هيقدر يصرفه في الداخل عشان يحسن بيه شعبيته هيعمل كده، فاهتمامه هيبقى بالداخل الامريكي اكتر. حقبه الرئيس ترامب كانت فيها مميزات كتيره جدا. الرئيس ترامب عمل حاجه ما فيش حد من الديمقراطيين عملها قبل كده، وهي انه اصبح من اكبر مؤيدي الريبابليكان في امريكا هم اصحاب الدخول الضعيف.
ودولت دايما كانوا بيصوتوا للديمقراط في سواء في كندا او الديمقراطيين في او الليبرال في سوري الديمقراط في امريكا او الليبرال في كندا. تمام. لانهم بيشوفوا انهم هم بيقدموا خدمات اكثر للشعب. لكن الرئيس ترامب قلب الموضوع وخلى الفئات او محدود الدخل او اللو انكم فوترز يصوتوا له، ودي حاجه تحسب ليه. الحاجه الثانيه اللي عملها ترامب وتحسب ليه ان هو قدر يقضي على البطاله وقدر ينهي الانترناشونال جوب، الناس اللي انت حضرتك شركه التليفونات اللي انت بتدفع لها بالدولار الامريكي تبص تلاقيهم they are hiring people from overseas وبيدفعوا لهم دولار في الساعه، والنتيجه انك انت بتدفع الخدمه بالدولار الامريكي او الدولار الكندي وبتاخد كاستمر سيرفيس رخيصه جدا. ودي حاجه برضه تحسب لترامب. لكن هل في تغيرات في السياسه الخارجيه الامريكيه؟ الرئيس ترامب الحقيقه غلط غلطه كانت صعبه جدا، وهو اهمل جانب حقوق الانسان في العالم كله، وده ادى الى تاخر حقوق الانسان في العالم كله بشكل كبير جدا، وضيع المكاسب اللي كسبها هذا القطاع في ال 30 40 سنه الاخيره. كمان حريه التعبير في العالم كله اتاخرت واتاثرت بحكم ترامب. الحقيقه لانه ترامب كشخص لم يكن يؤمن بهذه الحريات، ويمكن ترامب لو كان يملك ان يفعل هو بيمارسها فمش حاسس انها ناقصه في العالم، يعني هو مش عايزها تبقى من اولوياته. يعني هو انا رايي الشخصي انه ترامب لو كان يملك القدره والسلطه انه يعمل في مجال حقوق الانسان ما يفعله الاخرين في العالم لفعل ذلك، ولكن اللي منعه المؤسسات القوية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت كفيلة بضمان حرية الأمريكان. تمام. الرئيس ترامب أهمل هذا الجانب ولم يكن مهتم به. الديمقراط رايحين يهتموا بهذا الجانب. احنا لما نتكلم على مصر الحقيقة يعني الرئيس السيسي نجاح رهيب في الاستقرار، في إعادة البناء، في المشروعات العظيمة اللي عملتها مصر، في محاربة الإرهاب، ولكن احنا عندنا مشكلة في حقوق الإنسان وعندنا مشكلة في حرية التعبير. لازم نعترف أكيد بهذين المشكلتين الموجودين حاليا في مصر، وتأثروا بحكم ترامب، ومش بس في مصر، في تركيا كمان. انه رئيس ترامب اغفل هذا الجانب في تركيا، اغفل هذا الجانب في مصر، اغفل هذا الجانب في العالم كله. في حاجتين عايزين نفرق بينهم، اللي هو محاربه الارهاب والتلويح لمصر باستخدام القوه المفرطه لمحاربه الارهاب، وده الحقيقه كان موضوع ما فيش حد له حق فيه. ما فيش حد يحارب الارهاب ونقول له انت تستخدم القوه المفرطه، لا، احنا مع الجيش المصري ومع النظام المصري في استخدام كل القوى الممكنه للقضاء على الارهاب في سيناء او في واحد سيوة او في اي مكان اخر في ربوع مصر. تمام. او في اي مكان اخر في العالم. وامريكا مارست هذه القوه المفرطه في حروبها ضد كل المجموعات الارهابيه اللي حاربت ضدها في مختلف فترات الحكم. تمام. في فترات الحكم المختلفه، سواء في عهد بوش او في عهد اوباما او في عهد ترامب او بايدن، هيلاقي نفسه برضه لو لقى نفسه في حرب ضد الارهاب هيستخدم كل القوة الممكنه لمحاربه الارهاب. والنتيجه اللي حصلت في مصر ان تقريبا مصر قدرت تتخلص من كل المجموعات الارهابيه في سيناء وفي اماكن ثانيه كثيره، بل بالعكس مصر امتدت لمحاربه الارهاب خارج حدود مصر، وده شيء يحسب للنظام المصري، ومحدش يقدر يقول لنا انتوا بتستخدموا القوه المفرطه لمحاربه الارهاب. لكن على جانب حقوق الانسان انا بس عايز اقول حاجه،
النهارده عندما يغيب القانون ولا يطبق القانون انت لازم تقلق طبعا. في اي مكان في العالم. ومش معنى غياب القانون النهارده عشان بيطبق على خصم سياسي ليك او على عدو ليك او على واحد شايف ان هو بيهدد مستقبلك السياسي او بيهدد مستقبل بلدك، مش معناه انك انت تبقى مبسوط، لانه عندما يخترق القانون مره سيخترق القانون مرات ومرات، ونار اختراق القانون والظلم هيجي لغايه عندك بشكل او باخر. النهارده مظلوم عدوك السياسي، بكره هتتظلم انت. بالظبط. فانا مع تطبيق القانون بكل حذافيره ضد اي من مخالف للقانون طبعا. اللي يرتكب خطأ يعاقب بحسب القانون. ولكن اللي حصل في مصر كان في بعض التجاوزات، وكانت فيه وما زالت هناك بعض المظلومين في سجون مصر، ومنهم مثلا رامي كامل المسجون دلوقتي بقاله سنة وأربع شهور وبينزل المحكمة كل 45 يوم أو كل شهر، المحامي بتاعه مش بيشوفه وبيرجع تاني على السجن، ولغاية دلوقتي مش عارفين تهمته إيه ومش عارفين قضيته إيه بالظبط. أعتقد أنه الأفضل للنظام المصري أنه يبدأ التصليح من نفسه أفضل من أن تأتي عليه الضغوط من الخارج، والضغوط هتتمثل في حكومات وهتتمثل في ميديا هتركز على هذا الموضوع، هتركز على هذه الموضوعات وهتحاول تشويه صورة النظام المصري أو الأنظمة الديكتاتورية الأخرى في العالم. في ناس بقى بترد يا استاذ مدحت في الجزئيه دي وبتقول لك احنا من حقنا ان يبقى في حد خطر على امن الدوله ومصنفات اللي يعني ما فيش قضيه ثابته معينه بس احنا متاكدين ان هو خطر على امن الدوله، زي ما امريكا بتحاكم الناس الخاطرين بالارهاب في جوانتانامو مثلا. فنرد عليهم نقول لهم ايه؟ نرد عليهم نقول لهم لو انت شايف حد خطر عليك في 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 الارهاب حط له تشريع وحط له قانون ووفر له محاكمه وحاكمه بالقانون تمام. ووفر له محاكمه عادله وحاكمه بطريقه علنيه قدام العالم كله وقدم له الاتهامات وادي له فرصه انه يدافع عن نفسه، لو مدان لو مدان احكم عليه، لو بريء او لو لم تثبت ادانته ادي له حريته وخليه يخرج. لانه اصلي حتى وإن كانت حقوق الإنسان تراجعت فترة العالم كله مش هيسمح بهذا التراجع الكبير اللي حاصل، هيرجع تاني طبعا. إنه مصر كانت في فترة عدم استقرار وأجبرت مصر على اتخاذ بعض الإجراءات اللي كانت لازمة في هذه الفترة لكي تحافظ البلد على استقرارها وتعيد بناء نفسها مرة تانية. أعتقد بعد ما تحقق الاستقرار دلوقتي والبلد بقت مستقرة بشكل كبير جدا والأمان رجع بشكل كبير جدا، نقدر نتخلى عن بعض هذه الممارسات الطواعية أحسن ما نتخلى عنها بضغوط خارجية. أتمنى يعني أنه يحصل. وأعتقد أن مجلس النواب المرة دي مختلف عن أي مرة، وأعتقد أن في نواب موقرين هيبتدوا يعارضوا معارضة حقيقية للنظام، وهم برضو من خلال النظام. يعني ما هو الأحزاب دي متعددة الرؤى، ومن هي من خلال النظام لأنها يعني واخدة الترخيص من مزاولة المهنة السياسية، يعني حزب سياسي وهو يعني هو منتخب وبيقول رأي ضد النظام، ومع ذلك لازم يبقى ده اللي احنا نعتاد عليه، ما نعتادش على ان المعارضة تبقى من خارج البلد. لا، المعارضة تبقى من جوه البلد والإصلاح يبقى ذاتها. عندنا مشكلتين يا أستاذ عادل، هي مشكلة حقوق الإنسان وحرية التعبير. تمام. أنا النهاردة عايز أي مستمع من المستمعين أي مشاهد من المشاهدين يخش على اليوتيوب ويشوف مجموعة الإعلاميين المصريين اللي برمجهم على اليوتيوب، ويشوف مثلا قطاع الإخوان اللي موجودين على اليوتيوب، ويقارن ما بين عدد المشاهدات بين الاعلام المصري والاعلام الاخواني. تمام. مع انه احنا عندنا ناس موهوبين في الاعلام وعندهم التالنت، لكن المشكله
انه كلهم بيقولوا صوت واحد، كلهم بيقولوا رساله واحده. وممكن واحد زي جو زي جو جو شو يا بالملايين، ودي حاجه عجيبه يعني، يجيبهم كلهم قايلين بيقولوا جمله واحده. فبالتالي المشاهد هيتفرج على مدحت ليه، هيتفرج على عادل ليه، واحد منهم كفايه قوي بالظبط. لكن الناس الثانيه اللي بتقول رساله مختلفه بتتمتع بمشاهدات بالملايين، لانها مع انها الرساله الاعلاميه بتاعتهم لا هي على لا هي بروفيشنال ولا هي قويه ولا هم عندهم موهبه، بس لمجرد انهم مختلفين عن الاخر. طب ليه ما يكونش احنا عندنا الاختلاف من جوه، وعندنا الناس اللي عندها التالنت، وعندنا الناس اللي عندها المواهب، وعندها الناس اللي عندها القدره على جذب المشاهدين، لو ادينا لهم شويه حريه في مواضيع معينه يتكلموا فيها. تمام. هو كان ايام الرئيس مبارك كان بيسميها هامش الحريه، وكانت قنوات التلفزيون المصري كان في شيء من مهاجمه بعض رجال الدوله والوزارات، وحتى حط وزير الماليه في السجن كذا مره. هو طبعا ما حكمش ولا وزير، ما اتحكمش على ولا وزير ايام مبارك، لكن كانوا بيتهموا وكان بيتحط لهم قضايا، وكانوا بيستقيلوا وبيخشوا القفص ويطلعوا تاني براءات وحاجات، بس كان في شكل، كان في هامش حريه يعني. هو في هاجس يا استاذ عادل، ان الحريه اللي كانت في اخر 10 سنين في عهد مبارك، لما كان مبارك يقول خليهم يتسلوا، هي اللي تسببت في ثوره يناير، وهي اللي تسببت عشان كده عايزين يمنعوها. عشان كده في ضغوط كتيره. طيب ما انت بتمنعها النهارده في عالم اليوتيوب، هيطلع لك حد من تركيا، من قطر، من اي حد، طالعين يعني، هم اوريدي موجودين يعني، طالعين وبيوصل. طب انا اوصل رسالتي انا من عندي انا لمشاهديني انا ولشعبي انا، واثقف شعبي واقول لهم الحقائق اهي، ما تروحش تجري هناك وهنا وهنا وهنا، خد مننا الحقائق. فاكر زمان لما كنا نجري على اذاعه لندن علشان نعرف خبر حاصل زمان، ايام الستينات والسبعينات. تمام. فما مش عايزين نكرر الفتره ديت، وعايزين نوصل احنا للثلاثه. الحقيقه في تغيير برضه يا استاذ مدحت، انا لازم اشيد بيه، هو مش تغيير كبير قوي لكن موجود. بقت في معارضه في مجلس النواب، معارضه يعني اعتقد انها ممكن تبقى حقيقيه، لانها فعلا بتناقش موضوعات جاده، وبتجيب وزراء كتير قوي بتبرز الحاجات السلبيه اللي هم فيها. كمان في الاعلاميين عوده حميده للاستاذ ابراهيم عيسى، وده طبعا انت عارف ان ابراهيم عيسى مش من النظام يعني، دايما هو ضد الغلط ايا كان، والحاجات الايجابيه بيجيبها يعني. هو ما هوش معارض، ما هوش مؤيد، هو راجل بيشوف بعين تانية خبيرة يعني. صحيح. ابراهيم عيسى ويوسف الحسيني وكل الشباب الجميل اللي كان الوطنيين المحترمين اللي ممكن بس انا عايز افرد المجال كمان للاحزاب، يعني تبقى في معارضه حزبيه بقى، يعني عايز ارتقي بقى من المعارضه الشخصيه من الناس بس، لا لعمل جدي بقى، يبقى في حزب بينافس حزب على رساله، على تشريع، على استراتيجيه، على هدف، على صراع على السلطه. ما ده مشروع، ده اللي احنا عايزينه برضه. نتمنى تكون فيه منافسه حقيقيه طبعا، وكل والمنافسه تبقى لصالح المجتمع طبعا اكيد، ولصالح كل المصريين. انما في تغيرات مش هتبقى بس على مصر، تركيا برضه هيكون عليها تغيرات كتيره اكيد. الدور التركي في ليبيا مش هيسمح به انه يمارس كما هو الحال الان. ربما تكون هناك تغيرات في مشكله تركيا واليونان ومشكله شرق البحر الابيض المتوسط، واعتقد ان هذه التغيرات هتكون لصالح مصر ولصالح اليونان على حساب غطرسه تركيا. وما اعتقدش انه بايدن هيسمح لترامب. استاذ مدحت اسمح لي، يعني انا ليا رؤيه في موضوع ليبيا. موضوع ليبيا، امريكا دخلت تركيا وسيط علشان تضمن الثروات دي من السوق الامريكيه، تبقى هي المتسلطه عليها، وده حصل، وعشان كده ليبيا هترجع وتبقى دوله ليبراليه على كيفك، وتبقى 100 100. انا عارف ده، وتركيا هتنسحب بكل جيوشها وبضمانات، بس هي امريكا هي امريكا مش محتاجه تعمل اتفاقيه مع تركيا.
علشان تضمن مصالحها الاقتصاديه في ليبيا، لانه اي حد تاني هيضمن يقدر يضمن المصالح الاقتصاديه. في حرب بالوكاله في المنطقه استاذ مدحت، انت سيدي العارفين لما حفتر جاب فرقه من روسيا، طب الفرقه الامريكيه اللي تخش ايه وليه تخش تبع امريكا وتاجر؟ ما تركيا قاعده اهي، ما هي موجوده اهي. دي كانت في فتره ترامب، وكانت يعني الحاجات الاخطاء اللي عملها ترامب، وادت الى انه يعني انا في مره كتبت اردوغان رجل فقد عقله، وفعلا رجل فقد عقله، رجل فتح حرب وجابها في ليبيا. ده بيتحرك بالمصلحه يا استاذ مدحت، ده مصلحتي في ليبيا اروح واجري. في ضوء اخضر بيعطى لاردوغان، اردوغان مش صاحب قرار بالضبط. لازم نعرف كده، هو الضوء الاخضر اللي اداله خلاها فتح جبهه في ليبيا، فتح جبهه في سوريا، وفتح جبهه في العراق، وفتح جبهه في اذربيجان، وفتح جبهه في شرق البحر المتوسط. ولو قالوا له راح نورث كوريا كان هيروح. مش يعني لولا الضوء الاخضر اللي كان جاي له من واشنطن ما كانش هيقدر يعمل ده. طبعا لا اعتقد ابدا انه اداره بايدن هتدي هذا الضوء الاخضر لاردوغان انه يعربد في المنطقه كما يشاء، حتى الدور الليبي. ان شاء الله ليبيا هترجع ثاني، وان شاء الله ليبيا هترجع دوله، لان ليبيا فيها ثروات لازم اهلها يستفيدوا بيها، وفعلا هي تستحق انها تكون دوله. وخلي بالك ليبيا من زمان، من شمال افريقيا، دي علامه من علامات شمال افريقيا في الحكومات. يمكن ايام القذافي رجعت لورا كتير، لكن نتمنى ان فيها قيادات دلوقتي ابتدت تظهر وعلامات فارقه، وهتبقى فارقه في تاريخ ليبيا. والاهم من كده انه العالم كله قدر يفهم انه من حق مصر تامين حدودها الغربيه والقضاء على الارهاب في ليبيا، وان من حق مصر انها لو انت موجود في مصر يا استاذ مدحت، تنصح النظام المصري الحاجات اللي بيعملها؟ طبعا ازاي المعارضه وحريه الراي يزود فيها شويه، والصحف المعارضه تبتدي تطلع، والحاجات الحزبيه تبتدي تطلع، او تنصحهم بايه؟ ممكن يكون ده مش لمصلحه مصر، يعني ده وجهه نظر انا. حضرتك اتفضل. انا اقل ان انا انصح مصر، ومصر فيها لا يعني مش خبرات. تنصح النظام يعني تطالب بايه؟ بلاش تنصح دي. انا الحقيقه اطالب بالافراج عن الشباب، الثوره، المظلومين، والافراج عن المظلومين بشكل عام. وان انا شايف انه الظلم شيء صعب جدا، وربنا ما بيرضاش بالظلم، ودعوة المظلوم بتبقى صعبة جدا، وانا ما ارضاش اتظلم، وما ارضاش لاي حد يتظلم حتى لو انا كنت مختلف معاه سياسيا. فاتمنى انه يطبق القانون على كتير من المعتقلين، ومن لم يثبت إداناته يطلع من السجن. وكفايه كده الشباب اللي اخذ فتره، اللي اخذوا فترات كبيره في السجن من غير محاكمات ومن غير قانون ومن غير ما نديهم حريه الدفاع عن نفسهم، ومن غير ما نوجه لهم اتهامات صريحه، ومن غير ما نوقفهم قدام قضيهم الطبيعي ليحاكموا على ما ارتكبوه سواء كان صح او كان غلط. تمام. فأتمنى أنه يتم من الداخل، وأتمنى أن تزداد رقعة حرية التعبير في مصر، لأنك إن لم تفعل ذلك سيتم الضغط عليك في النقطتين دولت، وهتنفذهم. لا، طب تعالى أنت نفذهم من نفسك الأول، أفضل من أنك أنت تمارس ضغوط عليك ثم تستجيب بعد ذلك. لا، انا انفذ من اغير من نفسي، واعمل الاصلاحات من الداخل مع نفسي، واختار الشيء اللي يناسبني افضل ما يتم الضغط عليا، واقبل الضغوط في الاخر، وفي النهايه النتيجه واحده. تمام. كمان عايزين الميثاق الاعلامي والشرف الاعلامي اللي موجود في مصر واللي عاملاه نقابه الاعلاميين، ده حاجه جميله بصراحه يعني، لكن عايز اقول ان في عقاب بيبقى اضخم من الخطا. يعني لما تامر امين بوجه عام بيوجه اساءه للصعايده، ما ذكرش اساءه لشخص معين، ولكن يعني طبعا انا لا ارفض هذه الاساءه لان انا صعيدي كمان،
وللسيده الصعيديه، لان امي واختي وزوجتي كلهم من الصعايده، فما ينفعش ان انا لا اقبل على نفسي ولا على اسرتي ولا على المراه الصعيديه خالص. لكن الاساءه ليها في عقاب، يعني في عقاب للاساءه، ما يبقاش بقطم الرقبه، يعني بعدم مزاوله المهنه مثلا، او بسحب التراخيص، او بغرامات كبيره، او انا عقاب معك يمتد لسنوات يعني. لكن يبقى الحقيقه، في انا معك شد يا ودن استاذ طبعا عادل، لازم. انا معك يا استاذ عادل، انه المجتمع المصري كله بينظر نظره دنيويه لاهل الجنوب. وافتكر لما انا ابتديت النشاط السياسي وابتديت يكون عندي طموح علشان اترشح لمجلس النواب الكندي، فكان بعض الخصوم السياسيين يجي يقول لي، ومصريين يجي يقول لي انت صعيدي يا استاذ مدحت، اقول لهم انا صعيدي وافتخر. انت من طهطه يا استاذ مدحت، اقول لهم يا ريت، انا من قرى طهطه، انا من أحسن نجع، ناس يا أستاذ مدحت. من نجع، من نجوع طهطه، مع اني انا تركت الصعيد وانا عندي 18 سنه، تمام. لكن بالعكس انا بفتخر بكل ما ورثته من قيم طبعا ومبادئ واخلاق وعزه نفس وكرامه، وشخصيتي كلها اتكونت في ال 18 سنه الاولى اللي في الصعيد، ومبادئنا وقيمنا اللي ماشيين عليها هي مبادئ وقيم اهل الصعيد. وانا ارفض رفضا باتا كل ما قاله تامر امين، لكن انا مع معاقبه تامر امين، لكن انا ضد شطب عضويته من نقابه طبعا الاعلاميين. هو ممكن يكون غلط. وبعدين في حاجه يا استاذ عادل، يعني انت دلوقتي دايما بقولها، انت ككاتب صحفي بتكتب، او كمقدم برامج تلفزيونيه بتقدم برنامج اسبوعي او يومي، يعني انت بتتكلم، يعني انت بتكتب، يعني بتطلع افكارك. هيجي لك يوم وتغلط، بالظبط، هيجي لك يوم وتغلط، طب ما كلنا هنغلط، ليه العقاب الشديد دوت؟ انا اتمنى انه نقابة الإعلاميين تراجع هو قرارها يقدم مرة التماس تانية. الأول تامر أمين، وأرجو إنه ينظر في هذا الالتماس بعين الرحمة، ويبقى في عقاب يبقى أخف من كده يعني. وعلى قدر إن إحنا اتجرحنا من تصريحات يعتذر طبعًا، يعني هو الراجل أبدأ أنا تامر هعتذر وكل حاجة، بس الاعتذار لا يكفي، لازم يبقى في عقاب، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، يعني على حسب ما وبقول نشوف. لحضرتك، يعني إحنا كصعايدة اتجرحنا منه، لكن إحنا طبعًا كصعايدة طبعًا لا طبعًا. نقبل ابدا انه يتقطع اكل عيش واحد عشان غلطه غلطها في برنامج او في حلقه، ولا نقبل ان لأن أغلب يدمر الصعايدة مستقبل. بيخلفوا واحد أو اتنين، وأغلب الصعايدة في مهاجرين منهم برضو معاهم واحد، ابن أو ابنة، أو على الأكثر ولدين أو بنتين، يعني مش كل الصعيد كده طبعا، مفيش تعميم، ولا يا كل سيدي البحاروة بالتخفيضات اللي عندهم، يعني هي مصر كلها على بعض كل، عايزة إرشاد يعني. يعني النهارده لما نتكلم عن الصعيد كجزء من المجتمع المصري، بيمثل سكان حوالي 40% من سكان مصر. تقريبا مين اللي يقدر يغلط في 40% من سكان نص مصر، او سكان حتى مصر 5% كلهم من سكان اهالينا مصر؟ وكلهم حبايبنا يعني طبعا. وبعدين احنا فينا ميزه عن اي حد تاني، احنا ممكن نروح كاليفورنيا، ممكن نروح كندا، ممكن نروح استراليا، ممكن نروح اي حته في العالم، بس بنظل صعيد ما تمام بنتغيرش. وبالعكس احنا بنظل نفتخر ان احنا من صعيد مصر. فانا بضم الصوت لصوت حضرتك، واتمنى انه يقبل انه نقابه الاعلاميين هو يقدم. انا بلتمس ان تامر امين يقدم التماس كمان طبعا للاعلاميين، هو الراجل لازم ياخد كل يبقى العقاب الاجراءات. يخفف شويه يعني. يعني سحب الرخصه كده، مزاوله المهنه صعبه قوي بعد 25 سنه ويمكن اكتر من مزاوله المهنه، وهو يعني صاحب حضور على الشاشه يعني، رغم انه بعض واللي الافكار انا عايزين، ممكن اكون في خلاف معاه، لكن احترم يعني، احترم لا واللي واقدر عايزين الخلاف. ناكد واللي عايزين ناكد عليه يا استاذ عادل، انه اي اعلامي بيكتب او اي معرض او للخطأ، تمام. معرض للخطأ. كلنا الوحيد اللي ما بيغلطش انه ما بيتكلمش، لكن انت طالما اعلامي وعندك برنامج وبتعد، وانا بكتب مقال، ممكن اغلط في مقال، ممكن اغلط في اثنين، ممكن اغلط في ثلاثه، لكن مش معناه انك انت تذبحني يعني. بالظبط، يعني ايام الاخوان وباسم يوسف لما غلط في رئيس الدوله وقتها اللي هو محمد مرسي بشويه برامج كانت
يعني فيها شيء قدر من الحريه، وراح وما تعملوش حاجه يعني. طبعا مع الفارق يعني، انا يعني مع احترامي لكل حد، لكن ما يبقاش ده نموذج قدامي وموجود قدامي على النت ويقول لك شوفوا ايام الاخوان لا يضرب بها مثل يعني. يعني صعب قوي يعني، يعني ما ينفعش اضرب بيها مثل، لان هي الحقبه على بعضيها كده بايظه، فما ينفعش اخد منها جزء يعني. بس هو ممكن يتقال ده. ما هو للاسف برضو من عيوب الثوره المصريه ومن عيوب المصريين انهم فهموا الحريه بطريقه غلط. ففهموا الحريه هي ان يكلمك ضابط بوليس فتشوح له بايدك او تشتمه او تزقه. فهم ان الحريه انك تقول اللي انت عايزه في اي وقت في اي مكان. لا، الحريه مش كده خالص. الحريه هي الحريه المسؤوله. طب فين الحريه في فتره الاخوان لما ما كانش في امان في الشارع؟ فين الحريه لما انت ما كنتش تامن على مراتك انها تطلع من البيت، ولا على بنتك انها تطلع من البيت، ولا على عربيتك انها تجرش تحت البيت، ولا على ابنك انه يطلع بره البيت مش بنتك، ولا على نفسك كمان انك انت تطلع من بره البيت. يا جماعه، الحريه وحريه وحقوق الانسان ما هياش بس حريه التعبير، وما هياش بس ان انا اقول اللي انا عايزه في اي وقت. دي جزء من الحريه. هنا وانا كتبت مقال ساعتها وقلت الشرطه المصريه المظلومه، وهنا في الغرب لما ضابط البوليس وانت سايق عربيتك يوقفك لازم تقف. انت فتحت باب العربيه في وضع معين بتاعك. كمان لازم احط ايديا لما انا بكون واقف على الدريكسيون علشان نتاكد ان انا معيش سلاح او مش واخد له اي سلاح، اللي هو ايده على الطبانجه بتاعته بيتحسس مسدسه في اي لحظه. بالظبط. يعني لو انت فتحت لو انت فتحت واجب باب يعني. طبعا لو انت فتحت باب العربيه بتاعتك هو من حقه يضربك بالنار. لو انت مديت ايدك الشمال عشان تدور على حاجه، ولا على اي حاجه، ايدك على الدريكسيون الاثنين، ايدك على الدريكسيون لان هو ايدك لو اتحركت مع الدريكسيون ممكن يضربك بالنار. ده الحريه. مش يجي يوقفني ضابط اقول له ليه موقفني ليه وبتعمل لي ايه، خليه يوقفني ياخد اجراءه ويديني المخالفه، وبعد كده في محاكمه اروح قدام القاضي اقول الراجل ده عمل كان على الضابط اثناء المخالفه، ده شيء لابد منه. دي الحاجات اللي المصريين. بس عايز كمان اقول حاجه تانية يا استاذ مدحت، يعني بعض الضباط طبعا كلهم محترمين، لكن في ناس ممكن تفقد اعصابها شويه قصاد واحد قليل ادب، ما يقدرش يعامله بالمعامله انه ينزل لمستواه ويضربه مثلا، او يخلي الامين يضربه يعني. برضو يعني هو اللي قدامك غلط بالقانون ممكن تعاقبه يعني. انا يعجبني قوي اللي هي سيدة المحكمة دي وهي مستشارة وبتتحاكم لأنها غلطت في ضابط بوليس، وهو خد حقوقه للآخر وما غلطش فيها، وكل اللي خده منها إنه خطف بس منها الموبايل لأنها خلفت، كانت في مخالفة وكان لازم ياخدها، وهي اعتبرت إن ده حق من حقوق الإنسان رغم إنه ده مش حقوق، وابتدت تعيب فيه وتغلط فيه وبالشتيمة، وقطعت له كمان الكتافة بتاعت الحمل، سبت كل ده ودخل المحكمة وبياخد حقوقه دلوقتي. فارجو ان ده يبقى قدوه للضباط انه ما يمدش ايده على المتهم حتى لو المتهم مخطئ او غلطان. حضرتك هذه السيده كان على ما قريت ساعتها وعلى ما افتكر انها تابعه لاحد المنظمات او الهيئات التابعه للامم المتحده وسافرت بره. تخيل ان هذه السيده فعلت ما فعلته في الخارج. لو كانت منضمه لنقابه مهنيه من النقابات اللي بتمنح تراخيص مزاوله المهنه ممكن تتعلق مزاوله المهنه ليها، حتى لو كانت ريال استيت، حتى لو كانت بروكر، حتى لو كانت صحفيه، حتى لو كانت محاميه، حتى لو كان اي مهنه محترمه، ساعتها كانت هتتوقف. ده غير المحاكمه اللي هتتحاكمها بالقانون. ففي فرق بين التجاوز في حق رجل. بس ضابط البوليس رد الفعل بتاعه كان بالقانون، ودي انا في الصف ده اللي انا بقوله وده اللي انا بطلبه، عشان كده يبقى مثل وقدوه ويحتذى به. تمام. وده اللي محتاجين نعلمه للشعب بتاعنا. للاسف في البعض بيبص لضابط الشرطه او ضابط الجيش على انه هو رمز من رموز السلطه.
الاعتداء على هذا الضابط او اهانه هذا الضابط هو اهانه لكل النظام اللي هو يعني للبلد. طبعا طبعا طبعا. لكن لا، او ده راجل الشرطه اللي بيشتغل وبيأدي واجبه ليه حقوق انسان زي ما انت ليك حقوق انسان برضه. بالظبط كده، هو انسان وليه حقوق وكل الحقوق، واذا انت تجاوزت حقوقك هو من حقه بالقانون، مش بالقانون المصري، بكل القوانين اللي في العالم تجيب له حق عن حقوقه. تمام، ده صحيح، ده تمام. صحيح. شكرا استاذ مدحت، الحوار معاك يعني ممتع. انا اشكرك، وانت صحفي مخضرم وانا مش قدك، لكن المشاهدين بيحبوا ارائك جدا حبيبي انت واستاذنا كلنا. ربنا يخليك، وانا بستمتع جدا وانا بستمع ليك وانا بقرا لك المقالات، حاجه رائعه. ويعني شكرا ليك، صحفي نعتز بيه استاذ مدحت طويل. الاهرام الكندي كلهم جاهزه يعني الحقيقه يعني. شكرا، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا، وتشرفنا دايما في قناتنا بارائك الجميله يعني.